There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد، نهار جديد. نقول يا كي دايرين مع هاد الصهودات، الموت ديال الصهد. غنبدا معكم اليوم روتين من الصباح يا اختي، واخيرا روتين جديد على القناه. البنات كيقولوا لك معنا روتينات، منين اختي منين؟ فين هما الروتينات؟ اختكم سخفانه حالتها حاله الصهد. ملي كيكون عندك المشاكل، سبحان الله قلت لكم انا ملي كيكونوا عندي المشاكل اولا عندي شي حاجه اللي شاغلاني كياثر لي على الحركه ديالي على الجسم ديالي، سبحان الله. لان الدماغ راه هو كلشي، ملي كيكون الدماغ ديالك مخربق اوتوماتيكمون الجسم ديالك يكون مخربق. اول حاجه بغيت نقولها اختي، وصلتكم ولا لا؟ وصلتكم ولا لا؟ بوسه كبيره لكاع الحيد بنات ديالي، كاع البنات اللي متبعيني، كاع البنات اللي واساوني في داك الفيديو اللي فات. صراحه كنت خايفه ندم انني علاش درت داك الفيديو، كنت غنمسحو شويه، قلت علاش درتو، كنبغي يجيني شويه الندم، ولكن في الاخر ما ندمتش. علاش؟ هذاك الفيديو قربني منكم بزاف بزاف بزاف. ما تخيلوش بزاف البنات اللي واساوني، بزاف البنات اللي نصحوني، بنات بكاو معايا مساكن، بنات عاودوا لي مشاكلهم. شوفوا البنات، راه قريت التعاليق ديالكم كاملين، راه تقريبا اكثر من 800 تعليق، يعني قريت كل شيء وانا تاثرت بدوك التعاليق، ولكن ما قدرتش نجاوب كل شيء. هذا الشيء علاش قلت هذا الفيديو. ان شاء الله غنشكركم ونصيفط لكم بوسه كبيره وتعنيقه اختي كبيره، لهلي خطيكم عليا، عرفتوا عينيا غرغرو ما نكذبش عليكم. بصح بعض المرات كتلاقاي مع شي ناس اللي كيواسيوك بهذيك المواساه ديالهم، كيرجعوا لك الامل في الحياه، كيرجعوا لك النور في الحياه، كتقولي الحمد لله. اذا عمت هانت. ويا اختي واش هازين نتوما؟ ويا اختي البنات اللي ما شافوش الفيديو رجعوا يشوفوه وضربوا طلع على لي كومونتير، ويعرفوني علاش كنهضر. يا اختي واش هازين نتوما؟ عرفت بزاف البنات كيقولي نفس الحاله ديالي، بحالي حتى انا دوزت هذه، حتى انا شحال هذه. وانا المهم اختي الله يجمع شملكم، انا الخصام ما كنبغي حتى شي واحد، راه ماشي شي وحده المشراره، غير هي انا ما مشراره ما مسمومه، غير كنشد تقاري فهمتوا، غير هي ديك المقاطعه ولا قطيعه كيف ما قلتوا ماشي مزيانه. اما الخصام راه ما تبغي حتى شي واحد، والمشاكل ما تبغيهم حتى شي واحد. الله يفرج عليكم، الله يجمع شملكم حتى نتوما، الله يصاوب لينا ويبدل ساعه بساعه ويبدل الحال بحال ان شاء الله. يا اختي شحال عاودتوا ليا، وليت كنقول الحمد لله اذا عمت هانت، ماشي بوحدي. انا عارفه هاد المشاكل كيوقعوا، ولكن ما عرفتش بعد مرات كتحسي براسك بوحدك، كتحسي براسك انت اللي وقع لك هكاك. بصح وانا كنصور لكم داك الفيديو كنت كنحس براسي مديومه، ماشي غير داك النهار، راه هاد الايامات كاملين وهاد الشهور كاملين، يعني كنسى وكنتفكر، كتوقع شي حاجه اللي كتفيق المواجع كيف ما كنقولوا. ولكن الصراحه خليتوني ما ندمش علاش درت داك الفيديو. كاينين البنات اللي قالوا لي علاش شوهتي راسك، علاش قلتي المشاكل؟ لا انا ما كنظنش اني شوهت راسي، عادي الشيء كيوقع. ما جبدت الطرف الاخر بشي حاجه اللي خايبه، قلت اتاديت من المشكل، انا تاديت من النوت، اديت من التصرفات، ولكن ما شرحتش بالضبط. احتراما لراجلي وعائله راجلي ما شرحتش، وكيف ما قلت لكم هضرت بصراحه، انا عارفه كل شيء يشوف هذا الفيديو، يعني ما زدت ما نقصت، بالعكس ما عاودتش بزاف الحوايج، وما خفيه كان اعظم. البنات ما خفيه كان اعظم. واحد البنت قالت لي الله يا ربي انا والشي كلشي هازه، كنشوفك دائما ضحكه. طبيعة الحال خصنا نضحكوا، خصنا نعيشوا حياه زوينه كيف ما قلت لكم. انا هذيك كانت ماشي نقطه ضعف، ولكن عادي. شوفي مني طيحي اولا تبكي اولا تشكي اولا تشعكي، راه عادي عادي، ما كنحسبهاش انا نقطه ضعف، بالعكس كيما كاين الفرح كاين الحزن، كندوزو مشاكل باش كنعرفو ثاني الطعم ديال الحياه الحلوه. علاش نقول لكم الحياه حلوه؟ صافي ضروري، راه ماشي اي وحده كتشوفها فرحانه اولا سعيده راه ما عندها حتى شي مشكل، عادي جدا. المشاكل كنتعلمو منها، كتقوى لنا شخصيتنا، كنضجو من المشاكل وكنتعلمو كنزيدو قدام. ورساله واحده اخرى اختي قبل ما ندور الروتين ديالنا، حيت انا ما عرفتش لكم الصالون عندي حالته، الصالون راه ولا هو بيت النعاس، حيت بيت النعاس عندي سخون طايب، ما كنقدرش ننعس فيه في هذا الصهد. نجي هنا كنفرش انا وعبدو هنا قبل الشارجن، الشارجن كيبقى محلول شويه، اما في بيت النعاس راه ما كنقدرش، راه كنموتو. كنت بغيت نقول لكم ان هذا الشيء، هذاك الفيديو ميساج بزاف البنات اللي كيتاثروا بالمواقع التواصل الاجتماعي. دائما كنقولها لكم، راه ماشي الناس دائما فرحانين، دائما ما عندهمش مشاكل، كل شيء عندهم في ملعقه ذهبيه كيف ما كنقولوا. لا، اي واحد وصل شي حاجه راه خدم عليها، بحال دابا انا وعبدو اي حاجه وصلنا ليها دينا فريمون من تحت الصفر. شي نهار غنعاود لكم، راه باقيين كتلصقوني على هذا الموضوع، تحت الصفر ماشي من الصفر، والله ما كان عندنا حتى شي حاجه. اي حاجه وصلنا لها كاين الناس غيقولوا علاش وصلتوا ما كنتوش درتوا، ولكن مقارنه مع الظروف اللي عشناها، مقارنه مع البيئه اللي جينا منها والحياه اللي كنا فيها، رحنا درنا انجازات كثيره كثيره الحمد لله.
بشويه بشويه وباقي عندنا انجازات ان شاء الله غنحققوها واحنا ما غنحققوها. المشاكل عند الناس كاملين، الصعوبات عند الناس كاملين، غير بعض المرات الناس كيديروا الفيلتر بحال انستغرام كيبينوا لكم غير الحوايج الزوينه، ولكن اللي كتصور لكم غير شويه طبله مورا الطبله راه ما نعرفش لكم الروينه كديره. كاين اللي كتصور لكم غير الفوق وجهها ما نعرفش لكم التحت كيفاش داير. يعني بحال الانستغرام كيكون داك الفيلتر ما كيبينش الملامح الحقيقيه، هكاك مواقع التواصل الاجتماعي. هادشي علاش حسيت بهذاك الفيديو فريمون قربني ليكم، هضرت بصراحه، شفتوا راه ما مونطيت والو، قطعت لقطه فاش بكيت صافي، هضرت بصراحه من القلب والهضره وصلت لكم. بيزو كبيره لكم، شكرا للبنات اللي واساوني والبنات اللي دخلوا عندي جداد، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. نبداو الروتين ديال هاد النهار لا ما يدار اختي ترفع فين ما كيجي الصاد بحال هكا. كنقول لعبدو حنا مخيمين في الصالون النعسه ديال التخييمه، ايوا اختي دارنا كل مره نعسوا في شي بلاصه. المهم كنت فكره ملي كيكونوا هكا الاعراس المغربيه العاديه الشعبيه كيتجمع كلشي في داك الصالون، عرفتي مخالفين وشي نعس حدا شي والضحك الضو مطفي وحنا كنبقاو كنضحكوا. المهم هنا لاسبيغاتور خسرات لي البنات، سمعت قلت لكم لا كنتسنى حتى ناخذ وحده اخرى جديده. الا كتعرفوا شي ماركه زوينه تصبر قولوها ليا، كيف مثلا كنشارك معكم شاركوا معايا. بغيت شي ماركه تكون زوينه باش تبقى عندي. صافي هنايا غير شطب دوز الشطابه، قديت المخدات ودزت هنايا كنقاد شويه الكوزينه. هاد البوطاجي دائما كنبغي نفركو باش نلقى فين هكا نخدم، نبغي نصوب فطوري نبغي نصوب الغدا وضروري بمسيحه. كندير غير الماء ديال الزاج كنخلط معاه شويه الماء صافي، وكنمسح البلاكارات هادو ديال اينوكس قلت لكم زعما مكيصديو ما والو، كنمسحهم وكنعاود ننشف. هادي هي طريقتي. بيت النعاس راه ما نعسناش فيه، كان مجموع صوبت غير مخدات وضروري الغبره، عرفتي الغبره قهراتني خصوصا انا النهار كامل كتبقى كيبقاو عندي شراجم محلولين. وبيت امير راه مجموع راه غير دوزت عليه حيت امير ما كاينش، ما عرفتش واش قلت لكم ولا لا. المهم الناس اللي شافوا الفيديو ديال عبدو راه مشى داه لعند دارهم، مشى يشوف جداته وجداه وين يلعب تما، كتعجبو الدنيا. غنخليه واحد السيمانه يدوز العطله ديالو، عندهم طبيعه زوينه، كتعرفوا الاجواء ديال الباديه زوينه ديال العربيه، كتكون عندهم كيكون عندهم زعما اتساع، كيكون عنده فين يلعب. قلت صافي هكا يبدل حتى هو الجو، ما حنا غير خدامين، اللهم يمشي عند العائله. كملت الصالون بيت النعاس، دابا غنصاوب الفطور ديالي. ما عنديش بان دومي، ما عنديش الخبز صراحه، شهيت لي طوست، غنصاوب بان دومي، نجيب البيض حتى هو، نخرج نتسخر نشوف شنو خاصني. المهم هادشي اللي عقلت، غنمشي لبي مليح دانا ونشوف الا لقيت شي حاجه. هادشي اللي كاين، شوف الا لقيت شي حاجه ديال الفواكه، خوخ ولا شهديه، تشهيتهم كنبغي نقطعهم في الفطور. وهادشي اللي كاين، خويت لافيسيل، ها هي مع الكل مجبدتهم، خصني نرجعهم، ولكن غنلبس حوايجي نمشي نتسخر هو الاول عاد نرجع باش ندير شويه الباربه تسلق ونصاوب غدايا وميم طون نصاوب الفطور. راكم عارفين كندير غدا وفطور باش كنربح الوقت. هنا حتى كنت كنختار الحليب وتفكرت نصحتوني بهذا ديال بيم دوست، اول مره غنجربه. وجدت الحليب اللي غنصاوب الفطور ديالي، درت ليه طوستي سخنو، كنبغيهم يتحمروا شويه باش كنديرهم مع البيض ولا تندفيميو فخوماج. واو احسن فطور، كيجي زوين بزاف. المهم كيف ما كتشوفوا كنوجد الفطور، كنجمع شويه الكوزينه، هنا كنرجع المعنات اللي خليت قبل ما نخرج، في نفس الوقت غنصاوب السلطه وغنوجد الدجاج اللي غنديروا للغدا. هذه هي الطريقه ديالي، يد هنا ويد هنا باش كتربحي الوقت، ما كتبقيش تسالي الحاجه. جاني المود ديال الجوع حيت مول الفريق كنحل عيني كنفطر. اليوم تحركت نزلت مشيت للبيم الدروج كاتريام ماشي مشكل، نديرو شويه الرياضه. كتسمعوا الكوكوط كتصفر حيت درت الباربه كتسلق
والدجاج راه مرقد في الحامض والملحه، غنوض باش نصبو كي حتى نفطر. والهيها وجد سلطه الخس والفكوس والفجل، انا غنوري لكم باقا ما قطعتهاش، غير غسلته وخليت كلشي تما كينشف. ودابا غنفطر، نحل عيني اختي مزيان، قولي هادشي ما محلولينش العينين، غنحلهم مزيان بسم الله. نهار كنفطر انا بلي توست وهذا والبيض اون جينيرال، كنحس براسي كنفطر مزيان كنشبع. اختي الكوكوط دار لنا فضيحه، كاين ما عندي ما ندير، ما عرفتش نخليكم الصوت. انا جيت هنا باش نطيب زعما، هنا نبرد شويه، درت غير هذا ديال الضو، ولا نركب لكم الصوت زعما نقضي حاجه تنمونط لكم، لا ما عرفتش. المهم كنتمنى ما تكونش ديرونجاتكم. غنديروا مريقه اليوم ديال خيز عشان شهيه هاليانه، اما كديروها باللحم اما بالدجاج، انا بغيتها بالدجاج. المهم عندي دجاج خيز مصير، غندير لكم الطريقه كيديرها عبدو صراحه، نقلتها من عنده، طريقه فنه ما كيديرش فيه بزاف، كينصبها بحال القناريه، كدير غير سكينجبير المصير ثومه ومعدنوس، ماشي قزبر معدنوس، ومرشات معكم الطريقه نقلب لكم. وجدت هنا كلشي قطعت بصيله، الدجاج المغسول بالحامض والملحه، وكتحتاجو فيها بنات نص نص حامضة عادية باش كتعصروها، ونص حامضة مصيرة لي كنقطعوها بحال هكا. وخيزو غنشارك معاكم شنو كيفاش كنقطعو دوك مريقة عادية ديال خيزو. غنشعل بعدا هدا الدجاج، ما شرملتو ما والو، غير غسلتو وغنصبو هكا نيشان هانتوما. عندي هنا واحد ثلاثة ديال الخيضات حيت عبدو كيبغي الفقر، وطريف ديال الصدر حيت أنا غندي معايا شوية الخدمة. هانتوما هنا عندي بصيلة صغيرة مشردة رقيقة، شويه ديال المعدنوس ماشي قزبر غير المعدنوس، وجوج دريسات ديال الثومه. عشو بقى باغا ندوج، قلت صافي نرد عليا الغدا ونمشي ندير واحد الشفيفه خفيفه، واحد الشفيفه خفيفه صافي، وعاد نمشي ندوج. غندير واحد نص كاس ديال الزيت ما بين زيت روميه وزيت بلديه. عندكم خيزو القرعه خضراء القرعه السلاويه اولا السلاوي، القناريه تاهي ولا الخرشف كيف كنقولوا حنايا، صراحه كيبغوا شويه الزيت. صافي نخلي هادشي يتشحر، وانا كنزيد حاجه بحاجه، غنزيد واحد نص حامضه، واخا الدجاج راه عندي مغسول بالحامض، ولكن هاد المريقه ديال خيزو كتبغي تجي محمضه. بعد المرات البنات كندير فيها حتى زيتون احمر، ولكن ما عنديش ماشي مشكل، المهم هي الحامض مصير. بالنسبه للعطريه غندير المهم عينكم ميزانكم، غندير الملحه معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخرطوم بلدي ولا الكركم، وكتبغي هاد المريقه سكينجبير غندير معلقه كبيره ديال سكينجبير، هذا عندي هكا كان طري ومحكوك، نتوما ديروا العادي اللي مطحون. صافي هادشي اللي كتحتاج، يعني غير الملحه البزار بلاش سكينجبير، بغيتو ديروا شويه البزار ديروه. المهم انا قلت لكم الطريقه عجبتني وبقيت كنديرها صراحه. ماما كدير فيه البزار، ولكن طريقه تعبدو يعني، في يمكن في المناطق ديالها ما كيديروش البزار، كتجي زوينه حيت خيزو بحال حلو شويه ما يحتاجش يديروا فيه البزار، وعجباتني. صافي غندير شويه ديال الماء كتقلى هادشي، ندير واحد نص كاس ديال الماء، وغنخلي هادشي يتقلى مزيان. خليت الدجاج حتى تقلى مزيان، شفتو غنتقلى مزيان. دابا غنزيد الماء، الماء راه غليتو، نقيس فين غيطيب الدجاج وخيزو صافي. وغنرمي خيزو ديالي اللي قطعته هكايا شرائح اللي تكون رقيقه باش كيجي لذيذ، غير مابقاوش نحركوه بزاف باش ما يتروش. يلا كنحركو الطنجره بحال هكا، كنشدو الطنجره كنحركوها، هذا غير كنهز الطنجره صافي كيطفى. الى عندكم زيتون بغيتو ديروه احمر ديروه كيجي زوين، ما عندكمش انا غندير غير مسير هكا من الفوق، تقدروا حتى يطيب خيزو عاد تزيدوه، انا كنبغي نزيدو دابا باش يلا كيطلق ديك النسمه ديال الحامض مسير فوق من خيزو. صافي على هاد الشكل، وغنغطي عليها غنقص عليها البوطه ونخليها حتى تكلى. هاد الايامات كنحاول انني ناكل الخضروات بزاف، يعني كنطبق لي سلطه ديما كنشارك معكم هاد القضيه، ولكن دابا كنزيد اكثر. غنصوب صوص فينيغريت، هنا عندي زويته بلديه واحد شويه،
غنعصر على الحامض، اما الحامض اما الخل اما بجوج كيف ما غندير انا. غندير شويه ديال الحامض والفجل كيعجبني معاه الخل، الخل والحامض بجوج. دوك تقدروا تستفيو غير بالحامض، غندير شويه ديال الخل شويه ديال الحامض شويه ديال الملح وشويه ديال البزار. صافي كنخلطوا هادشي كامل، ما كنديروهش دابا حتى كنبغيو نقدموها باش ما كيلواش ليكم الخس والخضره. صافي هي موجوده. بالنسبه للخضره اليوم غندير الخس مع الفجل والفكوس. عندي الفكوس دابا راه الوقت ديالو، الكميه ديال الخس حتى عبدو كتعجبو هادشي اللي عطاك ياكل فيه احسن من ديال المطيشه. خديت الخس هكا، غنزيد الفكوس حتى هو، غندير غير هكا يا دوائر. عبدو هاد الايامات راه ناقص شويه وكيدير سبور، راك شفتوه كتفرجوا قله في لي ستوري، كيمشي لاصال واحد ثلاثه المرات يمكن في السيمانه. هذه الشريطه ديالنا شوفوا خفيفه وسهله مهله وكتجي فنه، مزيان تبداو بها قبل هكا من قبل من الوجبه ديالكم. البارده سلقتها، بعض المرات كنخليها غير هكا كتكون حلوه. دابا بغيت ندير لها شويه ديال البصله، درت لها نص بصيله وشويه ديال المعدنوس. وبالنسبه للاصوص فينيغريت نفسها اللي درت، غير زدت هنا شويه باش تعطيني كميه كبيره. وغندير نصها البابا ونصها، غنحتفظ النص اللي بقى نحتفظ به لهادي اللي قلت لكم ديال الخس، ما كتبغيش ديروا العطريه اولا الزيت ديك الساعه. هذه ماشي مشكل، كديروها هكا وتبقى في الثلاجه تبرد شويه. البابا بعد مرات كنديرها حلوه، بعد مرات كنخليها طبيعيه، بعد مرات كندير لها هاد البصله وربيع اللي معروفه. كتبغيت هي الحامض والخل وصافي. هما الشريده ديالي موجودين، غنغطيهم نديرهم في الثلاجه يبردوا شويه. المريقه ديالي هي كتوجد، ناقص عليها البوطه وصافي. دابا غنمشي نسيق الدار. دزت هنا كنت غندوز غير جفاف، قلت صافي اجي نسيق نيت ونكرت. المهم يلا كنت مسيقه شي يومين، البارح اللي ما سيقتش دوزت غير شتي طيبه صراحه. بيت امير بقى نقي، دابا غندوز غير نجفو صافي. اما الناموس كلشي مقاد كندخل ليه صراحه، بقات بلاصتو بزاف بزاف بزاف. شكون اللي كتوقع عليها كتخلي ولادها يسافروا وكتندم. المريقه ديالي هي طابت، كتحاولوا تحركوها غير هكا، ما ديروش زعما معلقه ولا شي حاجه باش ما تروموش داك صافي. كتخليوها حتى كتنشف فغيمو، كتنشف كتلبى مزيان. شفتو غديوه بسيطه يعني معروفه بالمطبخ المغربي، اللي قلتها كنفكركم فيها ونشاركها معكم بطريقتي. عجبتكم هي هذيك، ما عجبتكمش ديروها بطريقتكم كاين حتى مشكل. صافي دابا غنطفيها. دابا راه 12 صافي، الغديوه راه موجوده، الدار صراحه نقيه. سيقت كل شيء، باقي لي غير الحمام حتى كندخل ندوش، عاد كندوز عليه. غلبت كسيوه هذه اللي بجيت بها قبيله، باقا نقيه مشيت بها غير البيم، هي اللي غلبتها. ندير معها شويه كحل، كنت باغي ندير شويه اورانج واصفر، ندير حتى غير هذا كحل صافي. هذا باش كيجمع ليا كبير شويه فيه الداخل. هذا بعدا كيهز لي هذا الخوص صغير ديال الماكياج صافي. وغندير بارفان هذه، هادي زوينة. ديما كنشكرها ليكم كارتي فنة صافي. أو لا كخيم إيدغاتونت أو ليكخور غنديرهم في الدار. أو جيت دابا وصلت الخدمة صافي، غنطلع غداتي ونطلع نخدم شوية. صراحه باقا شبعانه حيت حسيت براسي فطرت مزيان، وهذا الشيء اللي كاين. المهم دوزنا نهار زوين، صباح زوين صراحه، عجبني الحال حيت صورت لكم. حسيت بحال نوال ديال شحال هذه، شاركت معكم بزاف د الحوايج. بطبيعه الحال ديال مدرا كنشقى وكندير كلشي حيت ما كنجيش عندي السيده، كندير كلشي انا كل نهار كنقسم المهام. شوفوا البنات بعدو غير من التليفون، اكيد غتفرجي فيا ولكن اختي حطوني حداك ونو ديري شي حاجه، قدي شي حاجه. حتى انا بعض المرات كنديرها بزاف المرات، كنتفرج فيديوهات ديال سميه، فيديوهات ديال شي بنات كيعجبوني كنحطهم وكنتوانس بكم
وكنقضي حاجه ماشي كنبقى غير التليفون بزاف. شوفوا انا الصباح يعني شحال من حاجه قضيتها في الصباح، يعني 12 كنت فطرت، كنت خرجت سخرت ورجعت، جمعت الدار، صوبت الغدا، دخلت ندوش، يعني درت شحال من حاجه، حيت كيف فقت صافي نط من الفراش. كون بقيت متكيه كتبقاي الساعه الاولى الساعه الثانيه صافي كيطلع لك الدم، كتفكري راسك ما درتي والو كيطلع لك الدم. المهم هادشي اللي كاين، والله العظيم فرحانه حيت صورت معكم اليوم. عجبني الحال بزاف، ولي كومونتير ديالكم كيف ما قلت لكم هذا الفيديو خصوصا شكر لكم، لان زعما عطيتوني واحد لينيرجي زوينه. هذا الشيء ما كان البنات وتستمر الحياه، يعني عادي كنطيحوا ونوقفوا نطيحوا ونوقفوا باش نكملوا طريقنا مزيان ونحلوا عينينا وننضجوا ضروري من هاد العقبات، يعني في حياه عادي. بالنسبه للبنات بغيت نجاوبكم، بنات كتقولوا لي زعما كاين الصلح، عافاك تصالحي وعافاك سمحي وعافاك. انا ماشي شي وحده اللي حاقوده، ولكن ما قدرتش. واحد السيده مسكينه الله يجازيك بخير خالتي، المهم انا كنعرف بنتها، المهم غتشوفني رانيا. رانيا تحيه كبيره ليك وخالتي خديجه. هدوات معي في انستغرام قالت لي عافاك بغيت ماما تهضر معاك، صافي جاوبتها. نورمال ما كنجاوبش لي زابي، كنهضر غير لي ميساج وداكشي. قالت لي عافاك ماما اللي بغاتك وهضرت مع ابيل، شكرا بزاف اخالتي الله يخطيك. باش تعرفوا عبدته هو عزيز عليكم بزاف بزاف بزاف. الناس اللي جاوا منه قالوا لي على وجهه صراحه هو يستاهل كل خير، وت انا زعما على راسي ولا عينيا. قالت لي خالتي خديجه انا غندوز هذا دابا انت غتشوفيني. المهم شكرا بزاف ليك وهلا يخطيك. قالت لي دخلني عليك بنتي بوجه الله، عرفتي حسيت بحال الماما بحال شي خالتي. قالت لي دخلني عليك بوجه الله، لا ما سمحي ولا ما عطي فرصه على وجه داك الولد، لا عمره ضاع على عبده. قالت لي على وجه راجلك راه كنحمقوا عليه، ولد الناس ومأصل. المهم صراحه قالت لي بزاف ديال الهضره، واللي بقيت عقليه قالت لي دخلني عليك بالله. عرفتي انا حشمت وسكت، قلت لها ان شاء الله خالتي شكرا الله يخطيك. وبزاف الناس من العائله هما تواصلوا معايا، ماما تاهي شافت الفيديو بطبيعه الحال، واخا تقلبات المواجع وداك الشيء. المهم ان شاء الله يكون خير مع الوقت، انا دابا ما نقدرش ما نكذبش عليكم ما نقدرش، مع الوقت ان شاء الله. المهم بلا ما نبقاو نهضروا في هذا الموضوع، ان شاء الله هذا غيكون الفيديو الاخر، ما نبقاش نهضر في هذا الشيء، غير قربتكم مني وبغيت نقول لكم ان زعما كلنا في الهوا سوا راه عادي. باش ماشي زعما انسان كنشوفو كيضحك بحال راه ما دوزت حتى شي حاجه، كنشوفو الصعوبات اللي دوزت انا من غير هذا الشيء، بزاف المشاكل لا في دارنا لا مع خوتي لا مع صحاباتي لا مع، راه عادي بحالي بحالكم. ولكن صافي كيف ما قلت لكم داكشي كيعطيكم قوه. هادشي ما كان حبيباتي، دابا غنطلع للخدمه وصافي نسالي الفيديو هنا ونشارك معكم لقطات في الخدمه، بغيتو تشوفوني انا خدامه يلا اختي. المهم غنخدم غير بالكسوه. بالنسبه لهاد الكسوه راه بزاف البنات كيسولوني عليها، شاركت معكم مني خديتها وكلشي، ولكن يمكن كاين شي بنات جدادات خديتها من عند تيما مود. انا نخليكم انستغرام ديالها هنايا دخلوا عندها، ما عرفش واش مازالين، ولكن راه هي يمكن ناخذ بزاف الكسيوات من عندها. دخلوا عندها وشوفوا، ما عرفش واش باقا هي، سينو راه تلقاو عندها كساوي اخرين. انا نزل نوري لكم في المرايا طويله. ها هي الكسيوه البنات كيفاش كتجي، الصراحه زوينه مبرده في نفس الوقت كتجي ساهله، كتلبسي غير صنيديله حيت فيها بزاف الالوان كتجيكم مع بزاف الحاجات. انا درت اليوم صاك كحل، ها انا دابا الربعه يلاه غنتغدى. صراحه ما جانيش الجوع، حسيت براسي فطرت مزيان. المهم جبت معايا غدايا شليضات، هذه مريقه اختي اللي مشهياها، وشويه ديال الفواكه وغنتغدى دابا. دابا راه 8 باقي لي جوج الناس. المهم غنسالي الفيديو هنايا، نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. خصكم كاع، وغنمشي للدار غنجلس ثاني شويه ونعس هادشي اللي كاين.